بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، أخي الكريم، أختي الكريمة، أعرف أن لكل واحد منا همومه الخاصة، من أمنيات يريدها أو مخاوف يحذرها أو بلاء هو فيه. أنا لا أستطيع أن أغير كل شيء حولك، لكنني أعرف حلا سحريا من 3 خطوات إذا طبقته فأنا أقسم لك بالله أن همك سيكفى. لا أعرف ما هو همك، لا أعرف ما هو الشيء الذي تريده، لكنني أقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو أن همك سينتهي إذا طبقت هذه الخطوات 3. أنا لم أجرب هذه الخطوات مع شخص أو 2 ولا 10 ولا 20 بل ولا 100 ولا 200، آلاف رأيت منهم تغيرا عجيبا، لكن بشرط أن تطبق الخطوات كاملة، وهي سهلة، ممكن تطبقها الآن وأنت جالس. دعنا نبدأ. الخطوة الأولى، الآن ضع في ذهنك شيئا معينا تحبه وترغب في أن يتحقق لك، أو شيئا لا تحبه وترغب في التخلص منه. فعلت؟ أنا بانتظارك. انتهيت؟ طيب، الخطوة الثانية، نريدك الآن أن تتخذ قرارا جديدا. الخطوة الثانية، قرار جديد هو أن تفوض مهمة إنجاز هذا الشيء إلى الله، أي أنك قد أوكلت الله تعالى وحده بتحقيق رغبتك. فكما أنك تفوض قائد الطائرة بمهمة إيصالك إلى البلد اللي تسافر إليه، فأنت الآن ستفوض الله بمهمة تحقيق هذا الشيء الذي وضعته الآن في ذهنك. هذه الخطوة تحتاج لعمل قلب بالمناسبة. ما معنى عمل القلب؟ كما أن الجسد له عمل يستطيع أن يعمله، فكذلك القلب يعمل كما أن الجسد يعمل، بل أحيانا القلب يعمل ويجتهد أكثر من الجسد نفسه. طيب، كيف أحرك قلبي؟ كما أنك يعني عندما تخشع في الصلاة تحرك قلبك لكي يركز في الصلاة، الآن حرك قلبك بحيث تفوض مهمة إنجاز هذا الموضوع إلى الله. إذن بعد إذنكم، قبل أن ننتقل للخطوة الثالثة، نريد أن نطبق المرحلة الثانية من كل قلوبنا. نريد أن يرى الله تعالى قلوبا فعلا توكلت عليه، فوضت الأمر إليه بكل صدق. الآن انتهيت؟ نحن نريد تطبيقا عمليا. انتهيت؟ طيب، ستلاحظ شيئا بعد تطبيق هذه المرحلة، المرحلة الثانية، لا تلاحظ أنك بعد الخطوة الثانية أحسست براحة، راحة مفاجئة ستحس بها عاجلا أم آجلا، ستحس بها. طيب، لماذا أحسست بهذه الراحة؟ لأنك في الخطوة الأولى الأمر كان بينك وبين نفسك، تضع شيء في ذهنك، أما في الخطوة الثانية الآن بدأت بالتواصل مع خالق الراحة وانشراح الصدر. ماذا فعلت أنت؟ لقد وكلت مهمة إنجاز همك إليه، وكلت مهمة إنجاز همك إليه مع ثقة منك أنه سيفعل سبحانه. لهذا فقد أحسست بشيء من الهم نزل عن صدرك. كنت في السابق تحمل همك لوحدك، هم إنجاز هذا الشيء، أما الآن بعد أن تركت الأمر لحبيب عليك، قريب إليك، إله قوي، جبار، مهيمن، وأنت تعلم كم هو رحيم بك وأنه يحب أن يهون عليك أكثر مما تريد أنت ذلك لنفسك. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا يعلم أنك ضعيف، من دونه أنت ضعيف، ولهذا بمجرد أن تطبق الخطوة الثانية من خطوات التوكل تطبيقا كاملا، سوف تحس أن هذا الهم كأنه شوكة خرجت من صدرك، لأن الحسب له أثر عند نزوله. ما هو الحسب؟ الحسب هو الكفاية. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه. إذا نزل هذا الحسب، نزل هذه الكفاية، انتهى الأمر. وأنا دائما ما يكلمني من يطبق هذه الخطوة الثانية يقول: يا أخي، أحسست براحة حتى قبل أن يحصل لي ما أريد. كثيرا كثيرا ما رأيتها. لماذا يحدث له هذا؟ لأن نزول الكفاية من السماء له وقع وأثر في الأرض. على ماذا؟ على قلبك طبعا، لها جلال على صدرك. هذه كفاية من؟ هذه كفاية من هو بالغ أمره. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنت في ملك الجليل الحميد، ولن يحصل في ملك المجيد إلا ما يريد. لهذا إذا وكلت الأمر إليه
وأنزل عليك كفايته وارتحت راحة لن تجدها مع أي أحد آخر تضع حاجتك عنده أبدا، لأنه وعدك أنه سيحقق لك ما توكلت عليه. وجرب، جرب إدارة، لكن انتبه الخطوات ما انتهت، بقيت خطوة ثالثة وأخيرة هي بذل السبب. الخطوة الثالثة بذل السبب. ما معنى بذل السبب؟ أن تفعل كل ما بوسعك للحصول على هذا الشيء الذي توكلت على الله لأجله. بذل الأسباب في المرض الذهاب للطبيب والعلاج، بذل الأسباب إذا كان هدفك المال أن تعمل وتتاجر تتوظف، بذل الأسباب إذا كان هدفك النجاح أن تدرس وتجتهد وتتعلم إلى أن تتفوق في دراستك وهكذا. طيب إلى متى أبذل الأسباب؟ إلى أن يحصل لك ذلك الهدف الذي أردته. قد يقول قال إذا ما الفرق بين المتوكل غير المتوكل، كلاهما يفعل ما يستطيع للحصول على ما يريد. لا، هناك فرق واضح. غير المتوكل يبذل الأسباب ويفعل ما يستطيع لكن قلبه متعلق بهذه الأسباب، فإذا نقص العلاج أو قلت التجارة أو تغير أي شيء فإنه يقلق ويضطرب ويتعب نفسيا. أما صاحبنا فهو يفعل نفس الأسباب التي يفعلها غير المتوكل ولكنه لا يتعلق بالأسباب، بل قلبه معلق فقط بالله. لهذا فهو دائما مرتاح، لا يقلق لا يضطرب، يعلم أن الله سوف ينجز له أمره، لأنه يعلم أن حصول ما يريد ليس بيد هذه الأسباب بل بيد رب الأرباب ومسبب الأسباب وهازم الأحزاب. فكم من إنسان تعب وهو يعمل لكنه لم يرزق، كم من مريضين بهما نفس المرض أخذا علاجا واحدا ولكن أحدهما مات والآخر عاش. فالأسباب لوحدها لا تضر ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع إلا أن يكون الله هو الذي ينفع. لو أن الآن مثلا ملك من الملوك رأى نشاطك في التواصل الاجتماعي فأحبك وقرر أن يعطيك بيتا كاملا لك، فاتصل بك مساعد الملك وطلب منك صورة جواز سفرك لكي يسجل البيت باسمك، أمور روتينية. الآن قل لي ما هو سبب حصولك على البيت؟ هل هو جواز السفر أم الملك؟ الملك بالتأكيد، ولهذا قلبك سيعتمد على الملك في الحصول على البيت وليس على جواز السفر. جواز السفر فقط سبب، بل حتى لو ضاع جواز السفر فإن هذا لن يوقف الملك عن إعطائك البيت، إما أن الملك سيصدر لك جواز آخر أو يطلب منك إثبات آخر. الجواز ليس هو الذي أوصلك للبيت، الملك هو الذي أوصلك لذلك. وإلا فكثير من الناس لديهم جوازات سفر ولكن ليس لديهم أي بيوت. طيب نفس الشيء هنا، الأسباب من علاج أو وظيفة أو دراسة مجرد جواز للحصول على أهدافك، وأنت تفعلها لأن الله طلب منك أن تفعلها، لا أنها هي التي سوف توصلك إلى هدفك، بل الوحيد الذي سيوصلك إلى أهدافك هو الملك سبحانه. بعض الناس يقول أنا طبقت خطوة خطوة لكن لم يتحقق الشيء الذي طلبته، مع أني متوكل لكن ما حصل شيء. الجواب لا، احتمالا إذا كان توكلك ضعيفا فإن تحقق رغباتك سيتأخر على حسب ضعف توكلك، فإن قوي حصلت. الاحتمال الثاني أن توكلك قوي فعلا، عندها سيكون سبب عدم تحقق رغبتك اللي توكلت على الله فيها هو أن الله علم أن هذا الشيء ليس هو الأفضل لك فصرفه عنك، لأنك توكلت عليه توكل قوي صرفه عنك. ربما لو أنك لم تتوكل عليه لحصل لك ما كنت تريده فأضرك، لكن الله رحمك فصرفه عنك. حتى لو كنت تريده، نعم حتى لو كنت تريده من كل قلبك، صرفه عنك حماية، وهذه من فوائد التوكل. إما أنه صرفه بالكلية يعني لن يأتي أبدا، أو أنه صرفه لأنه ليس هو وقته الآن. سيأتي لكن ليس الآن، لأن توكل قوي يؤخره الله إلى أفضل.